السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اخلي الجهاز بتاعي اسرع في ديسك كلين اب، وده بيجي مع الويندوز عادي. تمام، بيقول لك انت عايز تنظف انهي درايف، السي ولا الدي؟ غالبا هيكون السي هو اللي عليه الويندوز وعليه كل الملفات، فبيبدأ يجيب لك الملفات. تمام، ممكن تلاقي حاجة مساحتها كبيرة هي اللي عاملة المشكلة، او هي دي اللي لازم تعملها كلين. تمام، فتتعلم على الحاجات اللي انت شايف انها المفروض تتنظف او تبقى افضل. وعندي هنا كلين اب اسيستنت فايل، بيقول لي انا حاجه، فبقول له على السي، فبيبدا يفحص الدرايف. غالبا بيبقى فيه بقايا من التمبليت، مثلا لو انت شغال على الاوتوكاد وشغال على الريفيت، شغال على الفوتوشوب، شغال على برنامج، بيبدا ان هو يتقل الجهاز ويعمل لك مشاكل، فهو بيجيب لك اهوت. فالويندوز ابديت كلين اب 4 جيجا، ده من غير اي حاجه خالص، مجرد ان انت تتعلم عليه كده هيوفر لك 4 جيجا. مش فكره المساحه قد ما فكره ان الجهاز بتاعك هيبقى اسرع بعد كده. فانت تبدا تشوف ايه الحاجات اللي هي مستاهله، لما بقولت حاجه صغيره ومساحه صغيره ممكن ان انت ايه تتجاهلها، مفيش مشكله. ده من ضمن الحاجات اللي بتخلي الجهاز بتاعك افضل. ممكن تدخل هنا تشوف بقى البروجرام. تمام، لو في بعض البرامج انت مسطبها ومساحتها كبيره، تمام، ممكن انت لما تلغيها ولو انت ما بتستخدمهاش يعني توفر لك مساحة وتوفر لك ويبقى الجهاز بتاعك افضل. ففي برامج كتيرة ممكن اكون انا سطبتها في فترة من فترات وما اشتغلتش بيها او مش محتاج ان انا اشتغل بيها، مثلا برنامج اليوميون ممكن تلاقي نفسك مسطب 10 و11 و12، فتشيل الحاجة اللي انت ما بتستخدمهاش. في برنامج برضو هنا اسمه بليتش بيت، البرنامج دوت رائع 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 يعني، فعلا لما بجربه بيظبط لي الجهاز بتاعي. ده بياخد شوية وقت بسيطة كده ان هو يبدأ يفحص، وبعد كده هتلاقي ان هو بينضف لك جوجل كروم، بينضف لك الفلاش بلاير، الديب سكان، ادوب ريدر، السيستم بتاعك، حاجات كتير جدا جدا بينضفها لك. بعد كده بتعمل ريستارت بتلاقي الجهاز بتاعك اداؤه بقى احسن. لان بس خلي بالك وانت بتعمل الكلين ان انت لو علمت على كله فممكن يغلق كلمات السر نفسها اللي موجوده في جوجل كروم. الاختيار ده مهم لو انت هتبيعك الجهاز بتاعك فبينظفه لك وهكذا، يعني ممكن تكون ضمن الاختيارات. بس انا بالنسبه لي كلمات سر كتيره جدا انا مش حافظها، حاططها على جوجل كروم فما احبش ان انا الغيها. تمام، فلو هعلم تمام هو بينبهني خلي بالك، فبقول له لا ما تلغيش الهيستوري، ما تلغيش الباسورد، ما تلغيش السيرش انجن، وهكذا. يعني تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تلغيها، ما تلغيش كل حاجه. تمام، ابدا فكر في كل حاجه انت محتاج ان انت تلغيها ولا لا. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي بحمل ببرنامج مثلا اسمه جي داونلودر، بحمل ملفات كتيره، فساعات هو بيحمل بيبقى عامل تمبوراري، فدي اخلي بالي منها. تمام، لان ممكن الملفات اللي هي لسه ما كملتش تتلغي. تمام، طيب من ضمن برضو الحاجات اللي انا بستخدمها كتير في برنامج اسمه وين دير ستات. وين دير ستات وبليتش بيت الاتنين دول اوبن سورس ومجانيين. تمام، والبرنامج التالت اللي احنا قلنا عليه ده موجود كده كده مع الويندوز، يعني مفيش حاجة هتشتريها خالص. تمام، ده بيعمل ايه؟ ده بيبدأ يجيب لي الملفات اللي مساحتها كبيرة بحيث ان انا اقدر الغيها بدون اي مشاكل خالص. ممكن يكون انت عمال تلغي وعايز توفر مساحة ومش واخد بالك ان في فولدر صغير او في فولدر هو اللي فيه المشكله كلها. تمام، فمثلا لو انا دخلت هنا مثلا في السي فهو بيقول لي ان اكبر مثلا مساحه اللي هي 300 جيجا الفولدر اللي اسمه يوزر. تمام، فولدر اسمه معاذ. تمام، ابديت لوكال. تمام، بيقول لي ان في هنا الفولدر ده 29 جيجا. انا ما اعرفش الفولدر ده الصراحه بتاع ايه، اي موديل بريتش. تمام، فهبدا اشوفه وابدا ادرس هل فعلا الفولدر ده انا محتاجه ولا لا. ممكن يكون برنامج معين، اوبن بيلدينج ديزاين. تمام، انا عرفت البرنامج دوت. تمام، ممكن ابقى اسيبه دلوقتي. تمام، في بعض الملفات هتلاقي ان هي بتاخد مساحه وانت مش محتاجها، ممكن تلغيها عادي، زي ملف التمبليت ده ملف مؤقت، فلو لغيته مش هيحصل حاجة. برنامج بي انديكيت ده مثلا كنت مسطبه ومبقاش استخدمه فممكن ألغيه، وهكذا. يعني تبدأ تدرس الحاجات، هتلاقي مثلا ملف الداونلود مثلا في برامج سطبتها ممكن ألغيها عادي، وهكذا. الفيديوهات
تبدا تشوف ايه الحاجه اللي مساحتها كبيره. يعني تلاقي نفسك عملت تلغي في صور كتيره وهي دي مش اللي واخده المساحه، تبدا تدرس الحاجات ديت. انا بعد ما الغي الفيديو هبدا اشوف ايه الملفات اللي انا ممكن ان انا اوفر مساحه من ان انا الغيها.